في الفترة دي يا كابتن ناصر شفت عمل اللجنة مختلف عن أي لجان سابقة؟ كلام بصراحة. طبعا احنا جايين النهارده نتكلم بكل صراحة. انا شفت عمل اللجنة يعني مع احترامي ما كانش احسن حاجة يا كابتن محمد بالنسبة من احنا نشوفه في لجان بره، او كنا احنا حتى واحنا موجودين كنا بنشتغل شغله. زي ما قلنا احنا هنا من خلال برنامج قلنا ان في امور ما كانتش ماشيه بشكل كويس، منها المعسكر التحضيري اللي تم في بدايه الموسم ما كانش يعني على احسن حاجه بالنسبه للحكام. انت بتتكلم في حكام نخبه، معسكر تقريبا هو يوم ونص، ما ينفعش يوم ونص، ما ينفعش النهارده عشان ادي ماده علميه وابتدي اشتغل مع الحكام في الفار وابتدي اصحح اخطاء واوحد قرارات، ما ينفعش يوم ونص يا كابتن محمد. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم على الزور الاعلامي، ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا جدا، وكان لابد ان هي النهارده لجنة الحكام بيبقى ليها موقف مع الزور الاعلامي. مش حاجه اسمها حكم يطلع في الدنيا كلها في اي بطوله سواء مجمعه او غير مجمعه، ممنوع اي حكم يطلع ظهور اعلامي حتى لو هتطلع في بطوله، ممنوع. والكلام ده حصل قبل كده في بطولات، وحصل ان في حكام اتوافق كتير. فعاوز اقول الفتره دي كانت فتره يعني ما كانش في تفاهم، وانا بقول بامانه بين محمد وبين ابراهيم في حاجات كتيره جدا جدا، واعتقد لو الاثنين كانوا على تفاهم وعلى راي واحد كانت الامور مشيت بشكل جيد، وكانوا ممكن تخطوا كل هذا كابتن محمد في الفتره اللي هي حصلت فيها دروب. انا بقول دروب، ونتج عن كده في الاخر خالص ان الجوله الاولى حصل فيها مشاكل تحكيمه كتير. لما يبقى كتير ثلاث انديه بيطلعوا بيانات في جوله اولى، وهرجع لمحمد لو قال انا ما رحتش للمعسكر التحليلي، هرجع للجزء ده بس.